نظمت مدارس البكالوريا الأمريكية مهرجاناً خيرياً يهدف إلى نشر ثقافة التبرعات للمحتاجين داخل الكويت، وهذا العام كان ريع التبرع لصندوق إعانة المرضى. تعودنا على تنظيم مثل هذا السوق بشكل سنوي، ما يثلج صدري وما يجعلني أشعر بالفرح والسرور هو أن أرى أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات يشكلون فريقا عظيما من المتطوعين والمتطوعات، فقاموا بتنظيم هذا السوق، قاموا بترتيبه، قاموا بجمع التبرعات، قاموا بدعوة جهات مختلفة من المجتمع للمشاركة في هذا النشاط، فلهم الدور الكبير في إنجاح هذا الحدث. أفخر بأن أرى أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات يشعرون بالمسؤولية ويستشعرون بآلام غيرهم وتكون لهم الرغبة العميقة في تقديم المساعدة والعون للمرضى في الكويت. إشراك الطلاب وإشراك هذا الجيل في المجتمع وأنه يكون له دور فعال في المساهمة في بناء هذا المجتمع عن طريق عمل خيري، عن طريق عمل تطوعي، عن طريق التنظيم مع جهات مختلفة، يعني هناك وسائل كثيرة، وأنا يعني فخورة بأن أرى أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات يعني نجحوا في مثل هذا المشروع. تم اتفاق مع مديرة المدرسة أريج الغانم على أساس أن يصير هذا الريع، هذا المهرجان أو الكرنفال حق جمعية صندوق إعانة المرضى، المرضى الموجودين داخل مستشفيات الكويت، وزاهم الله خير. هذه خطوة جيدة، نشترك مع المجتمع الأصحاء مع المرضى، وجهود تشكر عليها مديرة المدرسة، جميع الأطفال وأولياء الأمور المشاركين بهذه الفعالية. عمل الخير أحبه الطلبة، فماذا قالوا؟ احنا بروحنا طلعنا الفكرة ان نجيب اشياء من برا ونيجي نبيعهم. الانكم اللي راح يجي ان راح نقسمه حقنا، وراح يعني نوزعه حق فقارة، وشوية حقنا شوية حق الفقارة. اكثر الاشياء اللي قاعد تنباع عندنا اللي هم السبينرز هذيل، يعني حق التوتر وحق اللعب وشي، ويعني هذا الشيء فجأة شيء وايد ناس يبون يشترونهم، فإحنا قلنا نجيبهم عشان الناس يشترونهم. نصهم راح نرد حق الريال، راح ندفع حق هذين، وبعد يعني يمكن نتبرع فيهم وشيء. أنا أخوي أنا عارف شنو المدرسة يحبون هالأشياء، عندنا أصدقاء وايد، فنشتري نشوف إذا نلقى الأشياء اللي هم يحبون نشتريهم ونبيعهم، بعدين الفلوس نعطيهم حق الفقراء. هذا كل هالكارنفال الفلوس اللي نحصل حق الصج هو حق الفقراء.